أدبرت بنت البهر هزوا لها رقصوها ورقصوا من حولها. الله الله كونها حجيج عالي شانها بنت حجيج ودنا من قسمها. أدبرت بنت البهر هزوا لها رقصوها ورقصوا من حولها. كلكم يا من حضر قولوا لها ألف مبروك الزواج المعتبر. ألف مبروك الزواج المعتبر. المثالية بكل أحوالها خارجة متميزة بأفعالها وانت عز وتعتزي برجالها. بنت حجيج والثنا من قسمها زوجها جابر الصبحي فخر. بنت شيخ القوم وام ناجحة عز لأخوها وزوجه صالحة في جميع أوقاتها متسامحة. يشهدون بطيبها بدمو حضر يشهدون بطيبها بدمو حضر. نورها حجيج عالي شانها مع قبايلها ومع جيرانها. المحبة والوفا عنوانها كاسبتها كلها عز وقدر كاسبتها كلها عز وقدر. هادي أم محمد واضح رسمها والمدايح ردنا من قسمها. قدموا كل التحايا باسمها مرحبا والله يحيي من حضر مرحبا والله يحيي من حضر. في فرح محمد جابر تكرر هلا يا هلا يا مرحبا يا مسهلا. والضيوف تقدمه قدر وغلا التحية طبعها من ذا الصغر التحية طبعها من ذا الصغر. فرح محمد جابري عم الفرح لبنت الرجال ويزين المرح. والختام بمسك والصدر انشرح والله يديم الفرح طول العمر والله يديم الفرح طول العمر. بعد نجة العلي صف العروس إسراء الحرة هي شمس الشموس. لبسوها بالذهب وأغلى اللبوس القمر ما يشبه غير القمر القمر ما يشبه غير القمر. إسراء حسن في تربيتها شافية إسراء اللي في وصوف الباهية. من هو اللي ما يعرف الوافية من يناسبها يناسب للقهر من يناسبها يناسب للقهر. ذا مثال أفراح في كل الليال للشيوخ وللبنات وللعيال. دامت أم محمد مضرب للمثال والله يديم الفرح طول الليال والله يديم الفرح طول الليال. تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها.